المكان. يبدو جاهزية في جاهزية وحضور نادي الشرع نيمار. هذه خطيرة خطيرة خطيرة. جول عبد الرحمن البركة يفتتح الأهداف في مرمى الوحدة. البركة وبأول كرة وبأول خطورة يصلون يا عبد الرزاق الشابي. رياض شرحيلي هو الذي مر، هو الذي صنع، وعبد الرحمن البركة يأتي بهدف. شوف 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 شوفه، مر من أربع لاعبين، قال له وينك يا البركة وينك؟ قال له أنا حاضر، أنا موجود، أنا صاحي. يعطي التقدم هدف مقابل لا شيء. أوه يا رياض، على مرور، على فاصل، على كرة، على توغل، والله على تمركز يا عبد الرحمن البركة. ياه، 1-0 على عكس مجريات الدقائق الماضية. المخضرم البركة هو من يعطي التقدم والسعادة لعبد العالي ولبقية محبي أبها. لكن استمرارية للعب وتصل بعد ذلك لدى العبري. صالح لكارلوس، هل يأتوا بالثاني؟ كارلوس بدنيا يتفوق، يعطي العكسية خطيرة. الله 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 الله، رائع، جميل، مبهر. هذا الأحمر أبها يأتي بالثاني عن طريق سعد بكير. لا أجمل من أبها ولا أبها من أبها في اللقطة الماضية. بدأها ساري بكرة من أمام هرناني وبعد ذلك محجي، لكن شوفه 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 العمري لعب كرة لكارلوس، تفوق بدنيا على الحافظ وبعد ذلك قال له وينك؟ قال له شوفني شوفني شوفني. هوبا 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 على كرة بهذا الشكل وبهذه الطريقة، رائع وجميل ولا أبهى من أبهى في الكرة الماضية. 2-0 مرة أخرى ينجح في كريم عواضي. كريم يعيد كرة لدى كارلوس. ستاريتبيرغ يحاول المرور من أمام الحافظ وخط حاضر. الله أبا، 3 لأبها، خلاص خلصت لأبناء أبها. وبأخطاء الدفاع وبأخطاء الدفاع الوحدة يعاني. 3 وبأقدام كارلوس يأتي الثالث. 3 لا شيء. ما الذي يحدث لدفاع الوحدة؟ لقطة وكرة شوفها من كريم عواضي، أرسلت لكارلوس، حاول بعد ذلك فيها. شوف اللقطة، وين الحافظ؟ وين؟ وين عبد الله؟ وين؟ في اللقطة الماضية أتخطي أمام كارلوس؟ أمثل هذا يخطأ أمامه عند 14 هدف؟ ليس بحاجة لمثل هكذا أخطاء حتى يسجل هدف 15. 3-0 أبها في مباراة كبيرة، أبها في ليلة يغرق فيها الوحدة أكثر وأكثر. لعل الكثير الآن خلف الشاشات من عشاق الأحمر والأبيض بنفس الحالة. كرة لدى صالح العمري، محاولة، فرصة للمرور، لعلها تكون هذه. الله 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 الله، خيال، أعجوبة، هدف على طريقة رابح ماجر.
هدف على طريقة الكبار، يختمون بالأربعة على تفاصيل هذا اللقاء. شوفها 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 شوفها، شوف 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 العمري، وملي عينك بشوف، هذا رابح، هذا رابح، مش رياض على طريقة رابح ماجر، هذا رابح شرحيلي، مش رياض شرحيلي. أي عزف، أي نغم، أي ليلة لأبها على طريقة الكبار وعلى طريقة ماجر. جاء هدف الراية لمصلحة أبها، ليلة برباعية. أي فريق ظهر الليلة يا عبد الرزاق. أي 10 أهداف لدى يوسف اليكاتي، يوسف وعبد العالي، وكرة في الشباك. الوحدة يأتي بهدف أول في ظل تقدم أبها برباعية. تأخر الوقت، ذهبت الليلة والنقاط الثلاث في رصيد أبها، لكن هدفا آخرا يأتي من أهداف يوسف اليكاتي. الهدف 11 يأتي في شباك أبها بأقدام هذا المهاجم، أرسل عبد العالي في زاوية، والكرة في زاوية قبلة من كريم عواضي.